عندما ترفض شيء عليك أن تأتي بالبديل. أنت ترفض كل هذه المبادرات، إذن هاتي برهانك على أنها غير صالحة وأتي بالبديل المناسب. إذن أنت تقصي كل المبادرات. إذن أنا قلت مفردة الإقصاء يجب أن نزيلها من قاموسنا ومن حياتنا إن أردنا أن نتفاعل مع بعضنا كجزائريين. علينا أن نسقط أولا هذا الحاجز ونتعاطى بإيجابية بعيدا عن أي عناد. بعض الناس ما يقراتش حتى المبادرة نتاعك ويقول لك لا مدام منك فهي مرفوضة، وربما هي نفسها طلعت من جهة أخرى يقول لك لا مليحة. أنا أعتقد أن هذه المفردة يجب أن تسقط وأن نتعامل مع بعضنا كجزائريين بروح ديمقراطية وبوطنية صافية.